السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، كل سنة وحضراتكم بخير. ده تاني فيديو في شهر رمضان الكريم لسنة 2022. احنا طبعا في شهر أربعة، شهر أربعة بيبقى الصيد فيه ملخبط كده بعض الأحيان، أوقات بتنزل نازلة ربنا بيكرمك فيها أحلى كرم، بتاخد سمك ممتاز جدا، وأوقات تانية بتنزل نازلة بترجع يا مولاي كما خلقتني، سواء في البحر أو في النهر. طبعا أفضل أيام للصيد في شهر أربعة، الأيام دي تنزل على سمك اللي هو الخنيني أو الحجاري، ده بيبقى في فترة تقاصر وبيكون واكل بشراهة ورزق بيبقى فيه كبير. فبما إني ما بنطلعش نصطاد وقاعد، فأنا النهاردة حابب نعرض ليكم حاجتين بسيطة كده جميلة خالص هتنفعك. في مثلا العلبة ديت انا لسه شاريها عاملة 12 جنيه، ممكن لو لقيتها غالية هتبقى ب 15 مثلا ب 17، انا شاريها ب 12 جنيه ونص. بص العلبة دي يا جماعة، انا حاطط فيها شوية صنانير 10 على 10، حاطط فيها مجموعة صنانير كتيرة خالص ليها دور، وده الباب التاني، فحبيت نوريها لكم بس بحيث ان ايه سعرها ما هوش غالي، وفي الوقت نفسه ممكن تنفعنا تشيل عدتنا لو هنحط فيها حاجتنا وبتاع، نلم ايه نلم فيها عدد الصيد بتاعتنا. وحابب النهارده نعرض لكم مكنه كانوا زمان القدماء الصيادين كانوا يقولوا عليها بتشد قطر، الميتشل 488. ليه ميتشل 488 قالوا عليها تشد قطر؟ ليه هي الأقوى؟ ليه هي فخر الصناعة الفرنسية في أدوات الصيد؟ دي يعني في ناس مش عارف بلغت فيها. إيه يا علي؟ ستوب. إيه؟ عايزة إيه طيب؟ فضلك الدور اللي فوق البتاع. طب انا بنصور فيديو، ممكن تيجي تقعدي جنبي ولا تسكتي؟ انا عايزه احط الحاجات التانية اشوف مش عايزه عاملها لي فاضيه ولا مش عايز ولا عايز تسيبها لي. طب انا بنصور فيديو دلوقتي. ماشي ماشي، اصبري عليا لما نخلص وهنشوف لك انا الموضوع ده. تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي، وجيب لي الحاجات التانية عشان لسه في حبات كده هحطهم في الدور ده عشان يحيى عنده اتنين بس. طب يلا بقى سيبيني انا بقى نقدم المكنة بتاعتي. ماشي ماشي، يلا بينا. كنا بنقول يا جماعة ان الصيادين القدام خالص، الصيادين القديمة اللي احنا هنقول عليهم القدماء الصيادين، كانوا بيقولوا المكنة دي تشد قصر، ويعني قالوا ان ديت اقوى مكنه عرفها التاريخ. انا ما اعرفش الكلام ده فيه مبالغه ولا لا، انا بننقل الكلام ده على لسان الناس القديمه. طبعا احنا معانا هنا فايكنج برضو وبتاع، ومعانا برضو ميتشل تانية 498. احنا النهارده هنتكلم على ميتشل 488، هنيجي نحل مع بعض كده المكنه دي يا جماعه عشان نشوفه هل اللي اتكلم فيها بالغ ولا لا. طبعا دي للثقافه وللعلم بالشيء، احنا بما اننا ما فيش سمك وكده فايه بنتسلى مع بعضينا يعني شويه، وعشان انا حابب برضو ان انا اكون في وسطكم. انا هنحل المكنه ديت. طبعا لما نيجي نحل مكنه يا جماعه، اول حاجه بنحلها بيبقى دايما الايه اللي ديت بيقولوا عليها النجمه، بيقولوا عليها العصفوره، بيقولوا عليها الدراج، ايا كان اسمها، دي اول حاجه هنحلها. بعد كده حليت اللي هي الحلة. طبعا المكنة من جوه معدن ومن بره معدن، ده منظر المكنة كده تحت الحلة زي ما انتم شايفين. بعد ما بنحل هنا بنحل
الموديل ده يا جماعه زي ما انتم شايفين الترس ده ثابت، الترس ده في الحله، والعمود ده ثابت. العمود ده عشان تحله لازم تحل الغطا ده. بصوا بقى يا جماعه الحلاوه اللي جوه ديت. طبعا ده الغطا معدن برضو زي ما انتم شايفين، ده جوان حامي. بصوا هنا بقى يا جماعه العمود ده، ده عمود من ماده النيكل كروم. شايفين الترس ده؟ ترس نحاس. شوف العمود ده، شوف الحركة دي يا جماعة. بص العمود ده بقى ايه اللي بيربطه؟ شايفين السلاسة وشايفين الفن وشايفين الفخامة؟ دي سقاطة. شايفين المنظر ده؟ السقاطة دي تشيلها وتسحب العمود ده يطلع معاك كده بكل سلاسة. شايفين يا جماعة؟ نيكل كروم يا جدعان، نيكل كروم ونحاس. طيب هنحل ايه تاني؟ شايفين المكنة من جوه عاملة ازاي يا جدعان؟ طبعا دوت اللي هو العصفورة بتاعت الحبسة، ان انت ممكن تنزلها كده لتحت المكنة تروح وتيجي نفس الطريقة دي كده. لما تطلعها لفوق دراع المكنة يروح بس ما يرجعش، يروح بس يفرمل. دي في ناس بتقول عليها فرامل الدراع، في ناس بتقول عليها الفري بتاع الدراع، ايا كان. في هنا بقى زي ما انتم شايفين سمولة نحاس على جلب. ما بتيجي طبعا تحل عشان تطلع الحلة دي، احنا هنصينوها بقى بالمرة. تطلع السمولة دي شغل برضو نحاس. شايفين من هنا برضو يا جماعة نحاس ازاي؟ معدن في معدن يا جماعة، فعلا فخر الصناعة الفرنساوي. حاجة الفرنساوي يكسب يا جدعان. طبعا في ناس قالت ان المكن الحديث افضل، لان هو لعب على انه يديله صلابه ومتانه وفي نفس الوقت يخفف في الوزن. ولكن في ناس برضو عشقها وحلمها ان هي تمسك الميتشل. هنبدا نجمع تاني برضو عشان ايه حبايبنا. طبعا اخر حاجه حلتها هي اول حاجه هنركبها. انا بس ايه احط شويه جاز بس هنا نغسلهم شويه، نزلوا شويه الرمله دول بالمره بقى اللي محليناها. طبعا الماده دي عباره عن جاز صلب وعليه زيت يا شباب. هنبدا نجمع.
فعلا فعلا فخر الصناعة. كده دخلنا اهو الاكس بتاعنا في المجرى، ونقفل في الاخر بالايه، بالسقاطة بتاعته. يا عيني يا عيني، نبدأ نحط الجيوب بتاعنا تاني. عالية شكلها، نازلة تانية هتعمل لي مفاجأة تانية. ستوب تاني؟ لا مش فيش ستوب، لا قدر هنخلص. عايزة ايه طيب؟ عايزة تقولي حاجة تانية؟ اطلع فوق ليه؟ كده. مين اللي عايزني؟ انا عايزاه. طب هنقفل اهو المكنة ونختم الفيديو، وبعد كده نشوفك انت عايزة ايه. ما تيجي جنبي. اطلع فوق قلت لك. حاضر. انا معايا المفاتيح. انت معاك المفاتيح؟ اه. ايوه ماشي. هتحطيها في ضرفتك كمان؟ احطها في الدرج بتاعي. وفي الدرج بتاعك اللي عليه مرسوم قص. اه هو انت عايز ده؟ اه ما انا اخدته خلاص، ده حطيت فيه الصنانير بتاعتي. بص، عشان ده مكتوب عليه ميني ماوس. مكتوب عليه ميني ماوس؟ ميتي وميتي تاني وميتي تاني وميتي تاني، عشان انت اللي اخترته. اه وانا اخترت اللي هو فيه حاجه ونفتح بيها. اه وانت ما اديتش حاجه بتاعت. اه ماشي يا علي، يعني انت بتغزيني يعني عشان انت عندك درج اربعه وانا عندي درج اتنين. اثنين. طب هناخد الدرج بتاعك. لا لا لا، اليوتيوب كده اتمسح دي يا علي. عشان انت بتخني وبتقول الدرج بتاعك. اه كده. وانت اصلا اللي اخترت اللي لونه اسود، وانا اللي اخترت اللي لونه موف. ما انت يا ريت وابتديت، يا ريت وابتديت اللي عليه تيتي. طب لو ده اخد بتاعك، لو خدت بتاعي. اطلعي فوق، قلت لك اطلعي فوق. بص، ما تسيبيش فتح، بتحط على راسي يا بابا. مش فتح يا بابا. صلاة النبي. وبكده يا جماعة نوصلوا لنهاية الفيديو بعد ما فتحنا المكنة وركبناها. طبعا احنا كان الفكرة من الفيديو النهاردة ان احنا نعرض لكم حاجة من تراث فن الصيد ومن تراث الصيد. المكنة دي يا جماعة ليها شنة ورنة،
في ناس ممكن تدفع فيها آلافات النهارده بحيث انها تقتنيها بس، او يبقى عندهم مكنه زي دي. يعني انا شفت كده كام عرض على اوليكس اللي طالب فيها 2700 جنيه واللي طالب فيها 3000 جنيه، من رغم ان في حاجات احدث من كده وفي حاجات كويسه يعني، ولكن في ناس عشقها اقتناء الحاجات دي. طبعا الحمد لله رب العالمين، ليا الشرف ان انا عندي حاجه زي كده، حبيت طبعا اعرضها لكم. دي نهايه الفيديو بتاعنا. طبعا تنسوش تدعمونا بلايك، اشتركوا عندنا في القناة لو أول مرة تشوفونا. كل سنة وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.